مليون صباح على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس مش مشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي بسرعه الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. النهارده ان شاء الله جينا المزرعه هنوري لك ازاي اللي انت تحمي مزرعتك وتحمي كلبك قبل ما يخش عليك الصيف وحر السيف ومشاكل السيف والقراد والحشرات، لان في كلاب ياما بتيجي تسقط من مشكله الحشرات دي، لان دي مشكله جامده جدا. الحشره دي بتلاقيها ماسكه في جسم الكلب بتكتر، بتلاقي الحشره دي تمص في الكلب، تلاقي الكلب مره واحده تلاقيه اتشفط، الكلب خس، الكلب مش قادر يتحرك، مره واحده تلاقي الكلب جاله مراليا، الكلب الدم بتاعه اتكسر، تلاقي الكلب بتاعك مات من ايه؟ من حشره جت في الكلب بتاعك. طيب انا احمي ازاي كلبي والمكان بتاعي؟ كل دوت ان شاء الله هنشوفوه في الفيديو، يلا بينا عشان نوري لك تعمل. انا بجيب كيس كده اهو كبير، بجيب من الكياس دي على حسب الكلاب اللي عندي، تمام. البودره دي سامه جدا جدا جدا، بجيبها كده اهو وبفضيها في كيس كبير اهو. بجيب بقى على حسب الكميه اللي عندي وحسب المكان، عشان انا برش في المكان وبترش كمان على الكلاب وتدي ابر كمان للكلاب، يبقى انت كده حميت نفسك خالص من الصيف ومن حره ومن مشاكله زي ما انت شايف كده اهو. وبجيب بودره تلج بحيث ان انا اخفف الماده وتبقى ياما معانا اهو زي ما انت شايف كده اهو. هنوري لك بقى ترش ازاي على كلبك وتدي له ابره، يبقى انت بتحصن نفسك وبتحصن المكان بتاعك. اهم حاجه لما تيجي ترش البودره ابعد الميه عن الكلب وتبعد الاكل، يعني اليوم دوت ما تحطش ميه الا بالليل، يعني انا لو رشيت هرش مثلا الظهر ولا حاجه اشيل الميه واشيل الاكل واحطهم للكلب بالليل، عشان الكلب لما ينفض نفسه وينفض الشعر بتاعه ما تجيش حاجه في الميه، ما تجيش حاجه في الاكل، تلاقي كلبك لا قدر الله جاله تسمم، جاله حاجه، تلاقي الكلب بتاعك مات. طيب لو لا قدر الله الكلب عندي جاله تسمم اعمل ايه؟ تجري على طول بيضه نيه احطها في كوبايه واقلبها بنص كوبايه ميه واشربها للكلب. ده بيفسد على طول معاك السم، سواء مثلا من بودره، سواء الكلب بتاعك اتسم، سواء حصل اي حاجه. طيب احنا دلوقتي كده اهو وبودره كمان سيفين، يبقى انا عملت ايه؟ حطيت كده كل الانواع مع بعض اهو. طيب يلا بينا عشان نشوفه هنعمل ايه وبنرش ازاي على الكلاب. وطبعا دي ابر تحت الجلد، هوري لك برضو ازاي تديها للكلب. بتدي للكلب 2 سم الكلب الكبير، الكلب اللي هو بيبقى معدي الست شهور، اقل من الست شهور بياخد سنتي بس، 3 شهور ولا شهرين ونص لغايه ال 3 شهور ونص 4 شهور بياخد نص سنتي. طب يلا بينا نجربه التجربه مع بعض. يلا طبعا بجيب كده الكلب اهو، مدي بقى البودره للكلب عكس شعر الكلب زي ما انت شايف اهو، عكس شعر الكلب اهو زي ما انت شايف كده اهو، وابعد كده عن الكلب تمام. المكان برضو بتاعي هرش كده في الجنابة اهو. سواء بقى عندي حشرة او معدومة كده انا بعمل ايه؟ احمي نفسي قبل ما الصيف عندي يخش والحر يخش، الاقي نفسي احتست براد حشرات الدنيا عندي باظت.
زي ما انت شايف كده، ارش المكان بتاعي حلو. اهم حاجه زي ما جينا قلنا نبعد الميه نشيلها والاكل. زي ما انت شايف كده اهو، انا كده حوطت المربعه بتاعتي. طيب عايز دلوقتي ارش الكلب واديله ابره. هات يا عمر الكلب التدريب اللي جوه ده. طبعا هنا دلوقتي بس تحت بس وبس. طبعا بجيب كده تحت الجلد كده اهو، زي ما جينا قلنا بكده اشد كده وادخل السن كده اهو. في ابر طبعا ممكن تحرق، يبقى لازم اللي انت بعد ما تديها له تدعكها كده على طول عشان ما تعملش معاك ما تتكونش، ولا قدر الله تلاقيها تورم تعمل ايه؟ تعمل خراج للكلب زي ما انت شايف كده. هديها للكلب كده وبدعك كده اهو. كده انا عملت ايه؟ امنت الكلب وارش برضه الكلب. انا هنا امنت الكلب حلو قوي زي ما جينا قلنا اهو، عكس الشعر اهو، ارشه فوق تحت يمين شمال كده اهو. كده اهو. هنبدا بقى الكلاب الثانية نسيب كده. طب انا دلوقتي لو ما اعرفش ادي ابر لازم تتعلم، ما اعرفش تدي ابر يبقى تروح لحد يدي للكلاب ابر وترش مكانه. لازم اهو زي ما جينا قلنا اهو اهو كده ارفع كده على اي شكل مثلث اهو، ايدي اهي اهي كده كده، وادخل السن اهو تحت الجلد اهو، واضرب الابره اهي كده اهي، وادعك للكلب اهو. ليه؟ عشان الابره ما تبقاش تقيله تورم تعمل خراج للكلب. تاني اهو اهو بس اهو اهو اهو. ارفع كده الجلد اهو على هيئه مثلث، احط الابره كده اهي اهي كده اهي اهي. الابره تحت الجلد مش في الكلب ذات نفسه، تحت الجلد اهو، وادعك كده تمام اهو، وروح بس وجيب بعد كده البودره، ابدر برضو الكلاب في المره. طبعا لو انت الكلب عندك شرس يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اروح ملبسه في ميه. Okay.
بس اهو بس بس عكس الكلب عند رجله وودانه جسمه. تعال يا حبيبي تعال تعال يلا 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 حبيبي ونقطه باب ونقطه باب كده ونقطه باب. زي ما انت شايف كده بقى تستمر بقى بقيت كلابك بقيت المكان بتاعك في كل حته ترش في الازراء في الجناب في اي حته الكلب بيقعد فيها ترش. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك وشير وتوزع عشان الكل يستفيد. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده ونرجو ان تكونوا استمتعتم معانا وهنا اهو. ده كان حلقتنا اليوم والى الكام حلقه قادمه.